السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي عندنا كتاب الجنائز، وهي أكثر الكليات في هذا الدرس، لكنها كليات لا تحتاج إلى تعليق كثير بإذن الله كما سترون بأنفسكم، فلعلكم تتحملون هذا الدرس قليلا وإن طال، فالليل فيه بركة وطويل، وغدا إن شاء الله ما في دوام ولا تفضل، مع أننا إن شاء الله قد ننتهي في ساعة، الوقت المفروض لنا ساعة. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: كتاب الجنائز الكلية الخمسون كل من عليها فان. وهي كلية واضحة لا تحتاج إلى شرح، ودليلها قول الله عز وجل في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والمقصود بعليها أي على الأرض، وقوله فان أي هالك منقطع أجله، والكلية واضحة، ويوضحها التي بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. الكلية 51 كل نفس ذائقة الموت، ودليلها قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وقول الله عز وجل: أفإن مت فهم الخالدون. والله عز وجل أذل رقاب بني آدم بالموت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. وقال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي غيره لا بد وأن يموت. وهل الملائكة تموت؟ الجواب نعم، الملائكة تموت قبل يوم القيامة، ولكن طريقة موتهم الله أعلم بها، فلا ينفرد أحد بالبقاء إلا الحي القيوم الذي لا يموت تبارك وتعالى. حتى ملك الموت يموت، يأمره الله عز وجل بأن يموت فيموت، ولا يبقى إلا الله فينادي: أنا الله، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، فلا يجيبه أحد، فلا يجيبه أحد، وينادي: لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، إذ كل أحد قد مات، فيقول: لله الواحد القهار. فالجميع سيموت، فالموت كأس لا بد أن يذوقه الجميع، وليس الشأن في أننا سنموت، ولكن الشأن ما الذي سيكون بعد أن نموت. فعلينا أن نستعد الاستعداد الكامل للقاء الله عز وجل في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فالكيس العاقل هو من كان ذكرى وقوفه بين يديه نصب عينيه لا يغفل عنها ولا ينساها أبدا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. القاعدة 52: كل نفس لا تحيا إلا بأمره ولا تموت إلا بإذنه. نعم، فهو الذي يحيي من يشاء إحياءه ويميت من يشاء إماتته، ولا يموت أحد إلا بقضاء وقدر، ولا يحيا أحد إلا بقضاء وقدر، وكل ذلك ثبتت به الأدلة أنه هو الذي يحيي ويميت ويدبر هذا الكون ويتصرف فيه، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه عز وجل. فإن قلت: وكيف نفعل بقول الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت؟ كيف تقول الله يميته ويتوفاه ثم يقول يتوفاكم ملك الموت؟ الجواب: يتوفاكم بأمره سببا لا ابتداء. إنما ملك الموت عبد ورسول مأمور بقضية ينفذها فقط، فهو يتوفى توفي سبب وامتثال أمر، وأما الآمر المسبب إنما هو الله عز وجل ابتداء استقلالا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الكلية 53: كل مفرق يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا، ولكن لا ينفذ له سؤله، وإنما سؤاله هذا من باب مكن فيه، من باب تحسير، من باب زيادة تعذيبه وحسرته فقط، كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الجواب: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فلذلك آجال مؤجلة وأوقات محسوبة مقسومة، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا
يستقدمون. فالواجب من كل هذه الكليات السابقة وجوب الاستعداد لهذه الحقيقة العظمى التي كلما فررنا منها فإنها تلاقينا. يقول العلماء: كل شيء تفر منه يتبعك ويلحقك إلا الموت، فحيثما فررت منه لاقاك، أينما تكون يدرككم الموت. وقال الله عز وجل: فإنه ملاقيكم. فالموت هو الحقيقة التي تلاقي كل من فر منها. قال الله عز وجل: ولو كنتم في بروج مشيدة. مهما كان الإنسان في حصول حصينة وفي بروج مشيدة وفي جيوشه وحشوده وخدمه وحشمه وقصوره وأبوابه وحراسه، فإن هذا كله لا يمنع تلك الحقيقة من أن تصل إليه أياً كان، ولو في السماء أو في الأرض السابعة. كل أحد سيموت، حتى عيسى عليه الصلاة والسلام الآن رفع حياً في السماء الثانية، شوف كيف في السماء، سوف ينزل حتى يموت في الأرض. هذه حقيقة لا ينفرد عنها كل ذي حي، كل ذي حياة حيوانية فسيموت. نعم. أحسن الله إليكم. الكلية الرابعة والخمسون: كل تسويف عن الخير فيضر. وسيندم عليه صاحبه: لما لا تتوب الآن؟ سوف أتوب. لما لا تصلي الفجر الآن؟ سوف أصلي. وكل باب يفتح له من الخير فإنه يغلقه على نفسه بكلمة سوف. فمن عود نفسه على هذه الكلمة المشؤومة الإبليسية الشيطانية فإنه سيحرم نفسه من كثير من أبواب الخير. ولذلك خذ نفسك بالجد، وخذ الكتاب بقوة وبالعزيمة والهمة والنشاط. فالنفس كالطفل إن عودتها شبت على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. نفسك على ما عودتها عليه. متى يؤذن المؤذن؟ متى يؤذن المؤذن قم مباشرة، لا تقول سوف أقوم إذا أقام، سوف أقوم إذا صلوا الركعة الأولى، سوف أقوم إذا حل وقت الإقامة. متى ما دخل في أبواب الخير سوف، اعرف أنها ستفسد عليك كل شيء. ولذلك ما أفسد على إخوة يوسف إلا سوف، والذي جرأهم على إلقاء أخيهم في الجب في غيابة الجب، أو جرأهم على قتله عزيمة لا فعلا، إنما هي سوف. قال: وتكون من بعده قوما صالحين. أملوا التوبة وسوفوا الخير وأقدموا على الشر، لأنهم يعللون أنفسهم بسوف. فالحذر من هذه الكلمة، فكل من دخلت في طريق أعماله للخير سوف تعثرت فيها قدمه وانزلقت فيها رجله، ثم حينئذ لا يخلصه منها أحد إلا معاينة سكرات الموت: يا رب ارجعون، سوف أعمل صالحا. قال: وهم يصطرخون فيها ربنا إيش؟ اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. حتى يأتيهم الجواب: قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا إياك وسوف. حل وقت الصلاة؟ سأصلي الآن. حل وقت قيام الليل؟ الآن أصلي. حل وقت الوتر؟ الآن أصلي. حل وقت الضحى؟ الآن أصلي. إياك وسوف، إياك وسوف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الكلية الخامسة والخمسون: كل ما يصاب به المسلم فكفارة له. وهذا واضح ولله الحمد. الأمراض كفارات والمصائب كفارات، قاعدتان: الأمراض كفارات والمصائب كفارات. وجميع ما يصاب به العبد فإنما هو كفارة له ورفعة لدرجاته ومكفرة لسيئاته، وتذكيرا لنفسه بحقارتها وضعفها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا تعب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من ذنوبه وخطاياه. فجميع الأمراض التي تصيب العبد فإنما هي كفارات. والله العظيم الأدلة كثيرة على هذه، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. والمصائب ثلاثة أقسام: إما مصائب لرفعة الدرجات، وإما مصائب لتكفير السيئات، وإما مصائب لزيادة العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة. ثلاث مصائب يجريها الله على عباده، أو أقول على العباد. المصائب التي يجريها الله على الأنبياء والمؤمنين الخلص الذين لا ذنب معهم، هذه لرفعة درجاتهم.
كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك لأن لك الأجر مرتين. قال: هو كذلك يا ابن مسعود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الثانية: مصائب يجريها الله على العبد لتكفير السيئات، فقد يفعل العبد شيئا من الذنوب لا يريد الله أن يقابله بها فينساها العبد ولا يتوب، فيبتليه الله في ماله وفي أهله وفي نفسه وفي صحته فيصبر، فيبلغه الله عز وجل المنزلة التي يريد بتوبته وصبره. أنتم معي في هذا؟ الثالثة وهي المصيبة التي لا علاج لها، قال الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أي في الدنيا من الخسارة والهزيمة، دون العذاب الأكبر، أي قبل أن يصيبهم العذاب الأكبر وهو عذاب جهنم. فتلك مصائب، وقال الله عز وجل: سنعذبهم مرتين، أي في هذه الدنيا وفي قبورهم ويوم حشرهم ونشرهم. فالمصائب التي تجري على الكفار من فقد الأحباب وخسارة الأموال وزهوق الأرواح والبراكين والفيضانات والزلازل، هذه ليست لرفعة درجاتهم ولا لتكفير سيئاتهم، وإنما لزيادة العذاب عليهم في هذه الدنيا قبل ما ينتظرهم من عذاب الآخرة. فالواجب الحذر، وأسأل الله أن يكفر عني وعنكم بلا ابتلاء. قولوا آمين. أسأل الله أن يكفر ذنوبنا بلا ابتلاء. بعض الناس إذا سمع هذا الكلام تمنى هذا الابتلاء حتى يكون كفارة له، فنقول: لا تستطيع. ولذلك في الصحيح: جاء رجل إلى النبي، عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صار جسمه كالعصفور تآكل جسده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك كنت تدعو الله بشيء أو تقول شيئا. قال: نعم. قال: وما كنت تقول؟ قال: كنت أقول: يا رب، إن كنت معذبي في الدنيا فعذبني بما ستعذبني به، عفوا، إن كنت معذبي في الآخرة فعذبني بما ستعذبني به الآن. فقال: سبحان الله، إنك لا تستطيعه، أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فقالها ثم عاده فإذا الرجل كما هو، يعني عادت صحته وعاد. يا رجل، لا تسأل الله الابتلاء، لا تتمنى لقاء العدو، سل الله العافية. أعظم عطاء أعطيه العبد العفو والعافية. أكثر من هذا الدعاء: أسألك العفو والعافية في الدارين. أكثر من هذا الدعاء وقولوا ما قاله: أسألك العفو والعافية في الدارين. في الدارين أكثر من هذا، خله الجراك، أدعو به 1000 أو 2000 في اليوم أو 3000، كلما ذهبت ودخلت وخرجت وجئت واستعددت للنوم أكثر من: ربي أسألك العفو والعافية، ربي أسألك العفو والعافية، ربي أسألك العفو والعافية. أكثر من أكثر من ما تدري إلا وأنت في عفو وعافية في الدنيا، مع ما سينتظرك في الآخرة من كمال العفو والعافية. شرب الخير، شرب الخير، من طرق باب الله ما خيبه الله. سم إنما يبتلى الناس على قدر إيمانهم، ولذلك أعظم الناس بلاء منهم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال ابن مسعود، قال له: ذلك لأن لك أجرين؟ قال: نعم، هو كذلك يا ابن مسعود. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وإن العبد ليشدد عليه في البلاء إذا كان في دينه قوة أو قال صلابة، وإذا ضعف دينه وكان فيه رخاوة أو ضعف فحينئذ يخفف عليه البلاء. فيبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان فيه غير ذلك أو ضعفا قال خفف عنه. نسأل الله لا يبتلينا مطلقا، نسأل الله لا يبتلينا مطلقا. واضح الكلية؟ واضح الكلية، ما فيها شيء. كأن هذه كليات أدبية أكثر منها فقهية بحتة، يعني من باب الاستعداد للموت والتجهز، لا، كل هذه من باب السلوكيات ليست من باب الفقهيات البحتة. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 57: كل من تاب قبل الموت فمن تاب من قريب. نعم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كل من تاب قبل أن يموت فقد تاب من قريب. كل من تاب قبل أن يموت فقد تاب من قريب، فقد تاب من قريب. وعلى كل حال، فالتوبة هي واجب العمر الذي يجب أن يجري على لسان العبد دائما،
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسب له في المجلس الواحد 70 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بل يا أخي في صحيح الإمام مسلم من حديث الأغر بن يسار المزني كان قال: يا أيها الناس إنه ليغان على قلبي وإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، 100 مرة وهو لا ذنب له أصلا، لم تصرع هذا؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فكيف بالواحد منا الذي يصبح على ذنب ويمسي على ذنب بينهما من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فكل من تاب من ذنوبه قبل الموت تاب من قريب. وهل التوبة عند الموت تنفع؟ الجواب لا. لو كانت التوبة عند الموت تنفع لنفعت فرعون لما غرق، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن لما تزهق روحه بعد لا يزال فيه روح، الآن وقد عصيت. وقال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت أي سكراته قال إني تبت الآن. لا، ما تنفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فمتى ما غرغر العبد انتهى باب التوبة وأغلق بابه عنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. القاعدة 58: كل من تاب قبل أن تطلع الشمس بمغربها تاب الله تعالى عليه. لما في صحيح مسلم، لما في قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ارجع إلى تفسيرها في الصحيح، هو طلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك أي طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يؤكد ذلك ما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى ليبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فغربت الشمس فقال: يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت الحرس فتستأذن فيؤذن لها، وإنه يكاد أن يقال لها: عودي من حيث أتيت، فتطلع من مغربها. وقد خلق الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض بابا عظيما كما بين المشرق والمغرب مفتوحا للتائبين حتى تطلع الشمس منه، كما رواه الترمذي في جامعه من حديث صفوان بن عسال، والله أعلم. اسمعوا، طلوع الشمس من مغربها تنقطع به التوبة والانقطاع العام عن الجميع، وغرغرة الروح تنقطع به التوبة مطلق الانقطاع أي عن هذا الذي غرغرت روحه. وأما من حضره في المجلس ممن لم تغرغر روحه فإن التوبة مفتوحة له. فإذا طلوع الشمس توجب الانقطاع المطلق، وغرغرة الروح توجب مطلق الانقطاع. فهمتم؟ والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وإليكم. الكلية 59: جميل. كل تقصير في علاج التوبة. ما في شك، التوبة وظيفة العمر، والتوبة تجب ما قبلها. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل يبدل الله سيئاتهم حسنات كما في آخر سورة الفرقان، ولا داعي لذكرها. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأجمع العلماء على أن التوبة الصادقة النصوح تجب ما قبلها، لما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن التوبة تجب ما قبلها. ويقول صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب. وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأجمع العلماء على أنه لا يحبط جميع ما مضى من السيئات والذنوب جملة إلا التوبة. فمن تاب فإن جميع ما فعله من الذنوب والمعاصي أيا كان جنسها وأيا كان نوعها فإنها تكفر عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يتجاوز الله إلا أن يتجاوز الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. الكلية 60: كل الذنوب التي حصلت من الإنسان الحمد لله وصل. أحسن الله إليكم. الكلية 61: كل من
جميع من مات ومعه أصل الإسلام فإنه لا يجوز أن تدفن جثته بلا تغسيل أو تكفين أو تقديم للصلاة عليه أو دفن، ما دام مات ومعه أصل الإسلام فلا يزال مطلق حق المسلم على المسلم باق في حقه. وإن كان قد فوت بعض الناس حقه المطلق بسبب الذنب والمعصية، لكن يبقى مطلق حقه ثابت في ذمتنا. فلا يدفن أحد إلا بعد أن يغسل، ولا يدفن أحد ممن معه أصل الإسلام إلا بعد أن يكفن وأن يقدم ويصلى عليه المسلمون، لعموم الحديث الذي يروى وفيه ضعف: صلوا على من قال لا إله إلا الله. وهذا الحديث ضعيف، ولكن يكفينا الإجماع العملي من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولا يموت أحد من المسلمين إلا ويصلى عليه، إلا من استثناه النص وهو الشهيد في المعركة إذا مات بين الصفين، فهذا يدفن ولا يصلى عليه كما سيأتينا بيانه إن شاء الله. وإلا فالأصل أن كل مسلم مات بين ظهراني المسلمين فإنه يصلى عليه، حتى وإن كان غائبا. الجواب: حتى وإن كان غائبا، لكن في حالتين: في حالة ما إذا مات في بلد لم يصلى عليه فيه لأنها بلد كافرة، أو في حالة ما إذا كان مسلما ومات وكان له دور كبير في نصرة الإسلام والمسلمين، إما بسلطان صالح أو بعلم نافع، فهنا نصلي عليه حتى وإن مات في بلد صلى عليه المسلمون. والدليل على ذلك حديث النجاشي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج به من المصلى وصف بهم فكبر عليه أربعة. وفي رواية: مات رجل صالح. واختلف العلماء في التعليل على الصلاة عليه على علتين، والمتقرر عند العلماء أنه إذا علل الحكم بعلتين لا تنافي بينهما حمل عليهما، فعلل بأنه مات في الحبشة أي في بلد لم يصلى عليه فيه، وعلل أن له دورا كبيرا في نصرة الإسلام والمسلمين وحماية المسلمين، وكلا التعليلين صحيح، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 62: كل شهيد فيغسل إلا شهيد المعركة خاصة. وذلك لأن الشهداء من هذه الأمة كثر، فالمبطون شهيد، والحريق شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. والمقصود بجمع أي تموت في نفاسها قبل انتهاء ولادتها. فكل، والمبطون أيضا شهيد، والمطعون أي من أصابه الطاعون فمات بسبب مرضه أو بداء بطنه فإنه شهيد. فشهداء الأمة كثير، لكن كل من وصفه الشارع بأنه شهيد فاعلموا أنه شهيد باعتبار أحكام الآخرة لا باعتبار أحكام الدنيا. أما جثته في الدنيا فنعاملها كما نعامل جثث سائر المسلمين، فهو من الشهداء باعتبار الآخرة، لكن هناك شهيد واحد هو شهيد باعتبار أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وهو من مات في المعركة، فهذا يغسل، عفوا، فهذا يكفن في ثيابه وفي دمائه وكلومه، لا يمسح عنه قطرة دم، ولكن ينزع ما عليه من الجلود والأشياء المحترمة كالمصحف أو كتب العلم أو السلاح، ثم يدفن هكذا من غير صلاة، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الرجلين من شهداء أحد في القبر الواحد، ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وأما سائر الشهداء فلهم أحكام الشهادة في الآخرة، أما في الدنيا فنعامل جثثهم كما نعامل سائر جثث المسلمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الكلية 63: كل أنواع الشهداء هم شهداء في حكم الآخرة فقط إلا شهيد المعركة خاصة. الكلية 64: كل ميت مسلم إذا جاء إلى قبره وسلم عليه فإنه يرد السلام. كيف يرده؟ الله أعلم، لكن الدليل أثبت أنه يرده. فحيثما وقفت على قبر مسلم سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه وسلمت عليه فإن الله يرد عليه روحه ردا لا يعلم كيفيته إلا الله، فيرد عليك السلام ردا لا نعلم كيفيته، لأن ما ثبت في أحكام البرزخ فإنه يطبق عليه قاعدة الغيب، والأصل في الغيب عدم التوغل في استكشاف كيفيته، إذ لا يعلم حقيقة هذا السلام وهذا الرد وكيفية إمكان الميت وهو ميت أن يرد إلا الله عز وجل. وبرهان هذا
ما أخرجه الإمام أبو داود في سننه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يمر على قبر مسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، والله أعلم. وقوله كان يعرفه في الدنيا ليس من باب القيد، وإنما من باب التنصيص، وإلا فكل مسلم ها فقد اجتمعتما وأنتما في الدنيا على عقيدة واحدة فيرد عليك السلام، فليست قضية المعرفة لها شأنها الكبير. نعم. أحسن الله إليكم. الكلية 65 كل ما يتعلق بحياة البرزخ غيب. فسؤال الملكين غيب، وانضمام القبر على الأضلاع حتى تختلف غيب، وانفراج فرجة قبل الجنة أو قبل النار غيب، وعذاب من كتب الله عذابه في قبره غيب، ونعيم من كتب الله نعيمه في القبر غيب، واتساع قبر المؤمن 70 ذراعا في 70 وتنويره فيه غيب، وبعث الناس منه غيب. كل ذلك من الغيب الذي لا يجوز أن نتدخل فيه متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، وإنما قائمة قلوبنا فيه على ساق الامتثال والإذعان والتسليم والسكوت عما لم نؤمر بكشفه. فلا تستطيع الدنيا أن تكتشف شيئا من عذاب القبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وقد سألني سائل فقال إن يقول أنا لا أصدق، أو ماذا تقول في رجل لا يصدق بعذاب القبر، لأننا نفتح قبر الكافر فلا نرى نارا ولا احتراقا ولا اختلاف أضلاع، ونفتح قبر المؤمن ولا نرى نعيما واتساعا. فقلت له: هذا من أحكام الآخرة. فقال: وضح أكثر. فقلت: طيب، لو جبنا الآن كبريت وأوقدنا النار في رجل الميت، هل سيحرك قدمه؟ الجواب لا. لما لم يحس بنار الدنيا؟ لأنه خرج عن مقتضى أحكامها ودخل في أحكام الآخرة. فلو جاء هواء بارد ما أحست جثته، لأن برودة الهواء يحس بها من كان في هذه الدار، إذ لا تزال أحكامها جارية عليه. وهل يحس بلسع حرارة جوها أو سمومها؟ الجواب لا. بل هل هو يحتاج إلى شيء من الطعام أو الشراب الدنيوي؟ الجواب لا، لأنه انتقل إلى حياة أخرى غيبية نحن لا ندري عن تفاصيلها. طيب لماذا ونحن في الدنيا لا نحس بعذابه والنار ولا نراها؟ لماذا؟ لأننا لا نزال في الدنيا فلا نرى نارا خلقت لدار أخرى. فإذا كما أنه خرج من أحكام نارنا ودخل في أحكام نار البرزخ، فما لم تعد نارنا تؤثر في قدمه ولا تحرقه، وناره التي يحس بها الآن لا نحس بها لأننا في دار لها أحكامها وهو في دار له لها أحكامها. هذا عقلا ولا لا؟ هذا شيء واضح. فإذا لكل دار أحكامها، فلا ينبغي أن يكون الإنسان في دار ويريد بعقله أن تأتي أحكام الدار الأخرى حتى يراها فيؤمن بها، وإلا فسيعطل الإيمان بها. عطل وطق براسك الجدار وشعد إيمان، إن آمنت فلك الجنة. بعض الناس يمن علينا بإيمانه، هذا خبر. وين أجيب لك نار القبر من؟ شو خليك تعينها؟ تشغلنا أنت بشيء إنما ندري عنه، إنما أخبرنا الدليل بها. تبي تؤمن فتؤمن، ما تبي تؤمن هذا الجدار سك براسك لين تروح وكل أبو عشائرك. جنة بعض الناس إنهم يمنون علينا، وروني ولا ما في طز. أحسن الله إليكم. الكلية 66 كل إخبار عن موت صاحبه نياحة. لا لا أنت كل موت صاحبه ولا لا ولا عندي يمكن أنا أخطأت. لا لا أخاف أني أخطأت. لا أخاف أني أخطأت. نعم. أحسن الله إليكم. الكلية 66 كل إخبار عن موت صاحبه وتأمين فهو من النعي الحرام. نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، فكل موت صاحبه أي صاحب الخبر ندب ونياحة فإنه من النعي المحرم. وبناء على ذلك فالعلماء يقسمون النعي إلى قسمين:
ناعي يتضمن الإخبار بلا مصاحبة شيء يوجب منعه، كقولنا فلان مات، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد مات العبد الصالح ملك الحبشة، فهل نعاه؟ الجواب نعم، نعاه، نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، لكن بالنعي الذي لا يصاحبه ندب ولا نياحة ولا لطم خد ولا شق جيب ولا صراخ ولا بكاء زائد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن، وعد منهن النياحة. وفي الصحيحين من حديث أم عطية قال: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، وهي المفسرة بقوله ولا نعصي في معروف، أي لا تنوح. وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، ومعروف معانيها كلها ولا لا؟ وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وأما البكاء الذي لا يصاحبه شيء من ذلك فلا بأس، فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، أليس كذلك؟ وقال: إن العين لتدمع والقلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وأما الصياح والنياحة والندب والدعوة بدعوى الجاهلية فإن كل هذا من النعي المحرم الذي لا يجوز، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الكلية السابعة والستون: كل عبد يدخل قبره يسأل. جميع من قبر، جميع من كتب الله عليه الموت فإنه سيصل إليه ما كتبه الله له، أيا كانت جثته، سواء دفنت أو لم تدفن، أو احرقتها النار ودرتها الرياح، أو وقع في ملاحة فصار ملحا وتفرقت أجزاء جسده، أو أكله سبع أو حوت أو سمك قرش، أيا كانت جثته ما دام روحه خرجت من بين جنبيه فسيأتيه ما كتب الله عز وجل له من النعيم والعذاب والسؤال. فلا تظنوا في قولنا عذاب القبر أنه مرهون بالقبر، وإنما هذا من باب إضافة التغليب، وإلا فأيا كانت جثتك دفنت أو لم تدفن، أكلتها الرياح، سفتها أكلتها الوحوش، وقعت في البحر فتملحت، طيرت أجزاءها الرياح، سيأتيك ما كتبه الله لك. فإن قلت: وما برهان هذا؟ أقول: ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه بالذنوب، فقال لأبنائه: إن أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم ريح نصفي في البر ونصفي في البحر حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني أيها النار، نام حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. قال: فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، فمثل بين يديه وقال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا ربي وأنت أعلم، قال: قد غفرت لك. فالشاهد منه أنه لم يعجز الله عز وجل أن يجمع هذه الأجزاء المتفرقة والأشلاء المتقطعة في البحر والبر. فإذا جميع من مات فسيصل إليه ما كتبه الله عليه من السؤال والنعيم أو العذاب، وإنما إضافة هذا السؤال والنعيم والعذاب إلى القبر إنما هي إضافة تغليب فقط، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الكلية الثامنة والستون: كل من مات فسيناله حظه من السؤال والنعيم أو العذاب، قبر أو لم يقبر. الحمد لله، واضح. أحسن الله إليكم. الكلية التاسعة والستون: كل ما أخبر به الدليل الصحيح من حياة البرزخ فحق. من سؤال القبر ونعيم القبر وعذاب القبر وانفراج فرجة من قبل الجنة والنار في القبر، وقوله: ها ها لا أدري في القبر، وانفساح القبر 70 ذراعا في 70 على المؤمن، وتنوير القبر وتضييقه حتى تختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا، وصرخته التي يصرخ فيسمعها الثقلان غير الإنس والجن، والآب كم الأعمى الذي بيده مرزبة لو ضرب بها على جبل لصار ترابا،
وكل ما أخبرنا الله عنه من حياة البرزخ في القبر فالواجب الإيمان بها والتسليم والإذعان من غير تدخل بشيء من مقتضيات العقل في استكشاف ما وراء ما غيبه الله عن عقولنا منها، والله أعلم. الأدلة على ذلك كثيرة جدا في قضية سؤال القبر ونعيمه، لكن أرى أن الوقت أزف. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة السبعون: كل مشهود له بعينه بجنة أو نار أشهد له بذلك تعينا. فالله شهد للعشرة المبشرين بالجنة بأنهم في النار، ولا لا؟ عفوا، استغفر الله، أعوذ بالله، بأنهم في الجنة، أليس كذلك؟ فإذا نشهد لهم بأعيانهم في الجنة، فنقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، إلى آخر العشرة. وشهد لبلال بأنه في الجنة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بلالا عند الفجر وقال: يا بلال، بما سبقتني إلى أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني ما دخلت الجنة إلا سمعت دفن عليك بين يدي، وفي رواية عند أبي داود وغيره: إلا سمعت خشخشتك أمامي في الجنة. وشهد لثابت بن قيس بن شماس أنه في الجنة، وشهد لعكاشة بن محصن قال: أنت منهم. فإذا كل من شهد له النص بعينه أنه في الجنة فإننا نشهد له بأنه في الجنة. انتهى هذا. ثم أحسن الله عليكم. الكلية الحادية والسبعون: كل مشهود له بالجنة شهادة جنس فلا يجوز إنزاله على الأفراد. أحسنت. الشهادة بالجنة تنقسم إلى قسمين: شهادة أعيان وشهادة أجناس. شهادة الأعيان كالشهادة لأبي بكر بعينه، والشهادة لعمر بعينه، والشهادة لأبي عبيدة بعينه، وعبد الرحمن بن عوف بعينه. وكل من شهد له النص بعينه بأنه في الجنة كامرأة فرعون آسية في الجنة، ومريم رضي الله عنها في الجنة، فنشهد له بعينه في الجنة، هذه يسميها العلماء شهادة أعيان. لكن هناك شهادة بالجنة للأجناس كقولنا المؤمنون في الجنة، هل هذه شهادة أعيان ولا أجناس؟ أجناس. المتقون في الجنة، الصالحون في الجنة، الدعاة والعلماء في الجنة، أطفال المؤمنين في الجنة، الشهداء في الجنة. ماذا تقول الكلية؟ من شهد له النص بجنسه أنه في الجنة فلا يجوز إنزالها على المعين. يعني مثلا المؤمنون في الجنة، هل تقتضي أن كل مؤمن بعينه في الجنة؟ الجواب لا. أطفال المؤمنين في الجنة، هل تقتضي يا فهد أن كل طفل بعينه في الجنة؟ الجواب لا. اسمع إلى هذا الحديث، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قال: دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: طوبى لهذا يا رسول الله، عصفور من عصافير الجنة. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ رفض. مع أن أطفال المؤمنين في الجنة، لما سئل عن أطفال المؤمنين قال: مع أبائهم في الجنة. قالوا: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: وأطفال المشركين؟ قال: من أبائهم. قالوا: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. المؤمنون وأطفالهم في الجنة، ومع ذلك لما توجهت الشهادة من الجنس إلى المعين قال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم. فإذا ليس كل من شهد له بالجنة باعتبار جنسه تصدق عليه الشهادة باعتبار عينه. فالجنس شيء، شهادة الأجناس شيء، والأعيان شيء آخر. المتقون في الجنة، هل يلزم من هذا أن كل متق بعينه في الجنة؟ الجواب لا، ولعل الأمر اتضح. الشهداء في الجنة ولا لا؟ هل يلزم من هذا أن كل شهيد بعينه في الجنة؟ الجواب لا. ولذلك يقول، ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله باب لا يقال فلان شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، هذا الشاهد، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الشاهد منه: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، رب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. ولا تنسوا ذلك الرجل الذي ما ترك شاذة ولا فاذة في الجيش إلا اتبعها يضربها بسيفه، حتى قالوا: يا رسول الله، ما أجزأ أحد منا اليوم كما أجزأ فلان، فقال: أما إنه من أهل النار. قال: فكاد الناس يرتابون، إلى آخر الحديث. فالشاهد أنه ليس كل مشهود له بالجنة باعتبار جنسه تصدق عليه الشهادة باعتبار عينه. فلا تفرح لأنك مؤمن
وقد شهد الله للمؤمنين بأنهم في الجنة، فقد تكون أنت من أهل النار حتى وإن كنت فردا من أفراد الشهادة باعتبار الجنس. فالحذر الحذر. نعم. أحسن الله إليكم. الكلية 72 كل محدثة في زيارة القبور فإنها ضلالة وبدعة. واضحة جدا، وهي أن المتقرر بإجماع أهل السنة أن الأصل فيما يفعل في مقابر التوقيف، فلا تحدث فعلا أو قولا في المقابر إلا وعليه دليل. إياك أن تحدث في المقابر شيئا، فإن أعظم الشرك إنما جاءنا من قبل المقابر بسبب ما أحدثه الناس فيها. ولذلك يقول الناظم: لو أننا سددنا ذلك الباب الذي وردت ولجت لنا منه قبائح بدعتي فستنتهي صور من الشرك الذي عمت به البلواء في المعمورة. أعظم الشرك وثلاثة أرباع الشرك في العالم الإسلامي والعربي وين مصدره؟ المقابر، لأنهم سمحوا لأنفسهم أن يفعلوا في قبورهم وبقبورهم ما لا دليل عليه. رفع القبر لا دليل عليه، كيف تفعله في المقابر؟ الكتابة على القبر لا دليل عليه. لا تفعل شيء في المقابر ما في دليل، لا تقعد تلعب في المقابر. المقابر ليست مجالا للإحداث، لأنها موقع خطير جدا، لو فتحنا باب الإحداث فيه وكل إنسان يفعل في قبر موليه ما يشاء من الزخارف وغيرها، حينئذ والله سينفتح علينا باب الشرك. فأعظم ما يسد عنا الشرك وأعظم ما يقطع ذرائعه أن نمنع أي محدثة تحدث في القبر. ولذلك ما حكم نصب سرادق للتعزية في القبر؟ بدعة. ما حكم زرع أرضية المقبرة؟ بدعة. ما حكم تشجير المقبرة؟ بدعة. ما حكم تنوير المقبرة؟ بدعة. ما حكم تزويق جدران المقبرة؟ بدعة. انتبه، كل هذا لماذا يقولون بدعة 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 بدعة؟ لماذا؟ لأن سدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة الشرك. فلذلك لا ينفتح الشرك على الناس إلا إذا فتح باب الإحداث في المقابر. ولذلك الناظم يقرر أن أعظم أبواب الشرك إنما ولج وخرج علينا من المقابر، نسأل الله العافية. فإذا الأصل فيما يفعل في مقابر التوقيف، فلا يجوز أن نحدث في المقابر أي حدث. حتى سئلنا يوما من الأيام عن الصدقة في المقبرة فقلنا بدعة، توزيع اللحوم في المقبرة صدقة عن الميت في المقبرة بدعة بدعة، الدعاء الجماعي في المقابر بدعة. والله لو أقفلنا هذا الباب لنسد عنا باب الشرك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. القاعدة الكلية 73 كل ما يفعل في المقابر فمنعه عن التوقيف. واضحة، شرحتها. أحسن الله إليكم. الكلية 74 كل زيارة تتضمن فعل ما نهي عنه وترك ما أمر به كالتي تتضمن الجزع وطرد الهجر وترك الصبر أو تتضمن الشرك ودعاء غير الله وترك إخلاص الدين لله فهي منهي عنه. الحمد لله، هذه كلية معها شرحها. فالزيارة تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية ما كان فيها مقصودان: نفع الميت بالدعاء وتذكر الآخرة، زور القبور فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية وتزهد في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما في أحيان كثيرة زار قبور البقيع بقصد الدعاء لهم. وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يغفر الله لنا ولكم، وفي رواية نسأل الله لنا ولكم العافية. وما عدا هذان المقصودان من تذكر الآخرة والدعاء للموتى فإنه من الزيارة البدعية أيا كان مقصودك فيه. ما دمت تأتي إلى المقبرة بغير هذين المقصودين، لا تريد أن تنفع ميتا بالدعاء ولا تريد أن يتذكر قلبك الآخرة، فأنت من أهل البدع في هذا المقصود أيا كان نوع قصدك فيه. احذر من أن تقع في شيء من براثن الزيارة الشركية مما ذكره الناظم أو المصنف أو غيره. أن تطوف حول القبر زيارة شركية، النذر للقبر زيارة شركية، الإمساك بعتبات القبر، وضع عرائض الشكوى، كتابة شيء على القبر، دعاء القبر من دون الله، استغاثة من دون الله، العكوف عنده الليالي ذوات العدد طلبا للشفاء أو الزواج، كل ذلك من الزيارات البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وعليها انفتحت على الناس أبواب جهنم. باب الشرك الأعظم إنما هو من القبور وما يفعله مع المقابر في المقابر. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب
ما جاء في الغلو، وذكر تحته الأحاديث التي تخص القبور. ثم قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، كيف إذا عبده. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عفوا، في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. القبور هذه مشكلة، قبور أنبيائهم مساجد. زاد مسلم والنصارى. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وفي صحيح وفي سنن الإمام النسائي بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وروى الإمام مالك بإسناد مرسل من حديث عطاء أن النبي صلى الله عليه، طبعا الحديث مرسل، عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولا حديث في هذا المعنى كثيرة جدا. فالحذر الحذر من القبور وما يفعل فيها، وإياكم أن تفتحوا للناس هذا الباب فتفتحوا لهم بابا يلج منه الشرك والبدعة والضلالة والإحداث في دين الله. سم أحسن الله إليكم. الكلية 75: كل من عاش على أمر فإنه يموت عليه، وكل من مات على ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبعث في ثيابه التي مات عليها. وفسرت الثياب أي بالعمل، فقد جرت سنة الكريم أن من عاش على عمل تكرر في حياته تكررا أكثر من غيره فإنه سيموت على هذا العمل لا محالة. فمن عاش حياته على السجود بين يدي الله وأطاله فسيموت ساجدا، ومن عاش حياته ذاكرا لله فسيموت ذاكرا، من عاش حياته بارا بوالديه فسيموت في عمل يقتضي بره بهما، يأمره أبوه بالذهاب إلى البقالة ويموت، أو تأمره أمه بالإتيان بعمل ويموت وهو في بره بوالده. كمن عاش كافرا فسيموت كافرا، من عاش سكيرا للخمر فسيموت خمارا سكرانا، ومن عاش على زنا فسيموت وهو يزني والعياذ بالله. فإن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولذلك السكران يموت ويبعث سكرانا، والزاني يموت زانا ويبعث زانيا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أوقصته ناقته فمات في عرفة، قال: ولا تخمروه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإذا كان هذا في باب الطاعات فكذلك في باب المعاصي، هذا من باب الثواب وهذا من باب التوبيخ والعقاب. فالله الله لا تملأ حياتكم إلا بالخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يوفقه لعمل صالح فيقبضه عليه. هذا هو، لأنك عاش في الدنيا على عمل صالح. اسمعوا يا إخوان، وإن كان حديثا طويلا لكن لعل الله عز وجل يعني ينفعنا به، ولا نختصر منها آخرة في آخره. في سننه في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة أن العبد يصير إلى قبره في الدنيا فيأتيه ملكان فيقولان له: فيما كنت؟ فيقول: في الإسلام. فيقولان: وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد عليه الصلاة والسلام، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقولون: انظر إلى ما صرف الله، انظر إلى ما وقاك الله. ويفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقولان: هذا مقعدك. شوف الشاهد الآن: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. قال: وأما رجل السوء فإنه يقعد في قبره فزعا مشعوفا فيأتيه ملكان فيقولان له: فيما كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقولان: وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقولان: انظر إلى ما صرف الله عنك من النعيم. ويفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقولان: هذا مقعدك. الشاهد: على الشك كنت وعليه مت
وعليه تبعث إن شاء الله. فإذا من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. نسأل الله أن نحيا على طاعته ونموت على طاعته ونبعث في أهل طاعته. نعم، مليتوا؟ نوقف ولا نواصل؟ نواصل شوي. نعم، ما عدل شوي إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: كلية 76، كل مصيبة فيغلب فيها الرجاء المأمور في الاستفادة منها. وذلك لأن العبد يجب عليه أن يعيش بين الخوف والرجاء، فالخوف والرجاء كجناحي الطائر، ولا يستقيم طيرانه إلا إذا استوى جناحه. فالخوف يأخذ من قلبك 50%، والرجاء يأخذ 50%. لكن هل ترجح الرجاء أحياناً أو الخوف أحياناً؟ الجواب نعم، يرجح ما في ترجيحه المصلحة. فإن اقتضت المصلحة الخالصة أو الراجحة ترجيح الخوف رجحته على الرجاء، وإن اقتضت المصلحة الخالصة أو الراجحة ترجيح الرجاء رجحته. الكلية هذه في بعض المصالح التي تقتضي ترجيح الرجاء، وهي عند نزول المصائب. فمتى ما حلت عليك مصيبة من المصائب فإياك أن ترجح سوء الظن في الله، فحينئذ تقع في ظن السوء. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، يظنون بالله الظنون. انتبه، فكل من غلب الخوف فإنه سيكون في قلبه عند المصيبة سوء الظن في الله، فييأس من روح الله ويقنط من رحمة الله، وتنقطع علائق قلبه من الله عز وجل، فيهلك في حفر اليأس والقنوط. الحذر الحذر. فإذا عند المصائب رجح في الله جانب الرجاء دائما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم والموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن في الله. طيب، ومتى أرجح جانبه؟ عندك كلية ثانية؟ في كلية ثانية تتكلم عن هذا؟ طيب، متى أرجح جانب الخوف؟ في حال الأمن والصحة والقدرة على مزاولة المعصية. المعصية قدامي وأنا صحيح والمال موجود، هنا أرجح جانب الرجاء ولا جانب الخوف من الله؟ فإذا الأصل استواء الخوف والرجاء، ويرجح ما في ترجيحه المصلحة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 77: كل من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. لما في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وفي صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي ذر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وعليه ثوب أبيض، ثم أتيته وقد استيقظ، فقعدت إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق ثلاثا؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. والأدلة على هذا كثيرة، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. الكلية 78: كل من مات مصرا على معصية وبدعة فيتركه علية القوم الصلاة عليه زجرا. يعني لا يصلي عليه الأمراء، لا يصلي عليه الحكام والوزراء، لا يصلي عليه التجار والأغنياء، لا يصلي عليه العلماء والصلحاء، العباد والزهاد. فعلية القوم دينا ومنصبا وحسبا ونسبا أو مالا لا يصلون على هذا الذي مات مصرا على بدعته أو مصرا على معصيته، من باب الزجر بالهجر، من باب الزجر بالهجر. فقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الغال وقال: صلوا على صاحبكم، أليس كذلك؟ وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على من عليه ديناران وقال: صلوا على صاحبكم. وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على من قتل نفسه، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. فإذا كل من مات مصرا على بدعة لم يتب منها أو على معصية كبيرة لم يتب منها فيستحب ألا يرى في جنازته العباد والزهاد. لماذا؟ حتى يسأل الناس: وين الشيخ؟ وين العالم؟ ورا ما صلى على محمد، ورا ما صلى على زيد، وين الأمير؟ وين الحاكم؟ قالوا: ما يبون يصلون عليه عشان كان ماته مثلا يشرب الخمر، ماته يدعو الناس إلى بدعته، فتكون ذلك زاجرا للقلوب. إذ كلنا نريد أن يصلي علينا المشايخ، كلنا يريد أن يحضر جنازتنا العلماء، فأي شيء ينفر هؤلاء من الحضور فأنا ستنزجر نفسي عن المواصلة عليه، رغبا ورهبا في أن يترك هؤلاء الصالحون ممن أرجو
دعاءهم ممن أرجو الله في دعائهم يوم القيامة أن ينفعني الله عز وجل به، فلا يحضرون جنازتي بسبب هذا العمل، إذن تبت إلى الله. فهذا من باب الزجر بالهجر. لكن لا تعطل جنازة مسلم عن أحد يصلي، ولو امرأة أو طفل لا بد أن يصلى عليه، فلا يدفن أحد إلا ويصلى عليه. لكن هذا في من مات مصرا على شيء من المخالفات الشرعية، فيستحب لعلية القوم أن يتركوا الصلاة عليه. يقول ابن تيمية: وإن تركوا الصلاة عليه ظاهرا ودعوا له باطلا فحسن، عشان تحقيق المصالح بالدعاء له ودفع المفاسد بماذا؟ بالاستسهال في فعله وعدم زجره. نعم. أحسن الله إليكم. الكلية 79 كل مصاب ولو بعيدا فإنه يعزى. نعم، من أصيب بمصيبة فتشرع تعزيته، سواء مصيبة الموت أو مصيبة فقد الأولاد أو مصيبة خسارة التجارة، فكل مصاب بمصيبة ثقيلة على النفس فلا بد أن يعزى. يقال: أحسن الله عزاءك في مالك، أحسن الله عزاءك في تجارتك، أحسن الله عزاءك في ولدك وزوجتك. إذا كانت مصيبة الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا في أهله فله مثل أجره. وكلما كانت ألفاظ التعزية بسبب الموت مطابقة أو قريبة من التعزية الشرعية فلا بأس، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم. الكلية كل من تعدى تحدثت ولا خمس مرات فييمم مشكلة ثقيلة على النفس شوي، والله أعلم. ذلك لأن الأصل إذا تعذر وهو الطهارة المائية فإنه يصار إلى البدل وهو الطهارة الترابية، فكل من عجزنا عن تغسيله بالماء بسبب كونه محروقا أو مجذوما لا يزيده الماء إلا تفريا وتهريا لأجزاء جسده، فإننا ننتقل إلى الطهارة الترابية، فنمسك يديه ونضربها بالتراب ونمسح بعضهما ببعض، ثم نؤتي به ويمسح ونسح بهما وجهه وتنتهي، ثم نكفنه وندفنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الكلية 81 كل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها وبعضها لمسلم حي أو ميت نفعه إن قام الدليل على هذا التعدي والنفع وما لفعه. نعم، وهذا قول وسط بين من منع وصول أعمال الحي إلى الميت مطلقا وبين من فتح الباب على مصراعيه مطلقا. فهذه الكلية تتكلم عن قول متوسط، وهو أن أعمال الحي تنفع الميت في دائرة الدليل، لأن انتفاع الميت بهذا العمل هل هو أمر محسوس ولا غيبي؟ أجيبوني يا جماعة، انتفاع الميت بهذا العمل الذي أهديت ثوابه له، هل أنا أعلمه بأحد حواسي؟ الجواب لا، وإنما هو غيبي، وما كان غيبيا فيكون توقيفيا، ما كان غيبيا يكون توقيفيا. فإذا لا ينتفع الميت بأعمال الحي إلا في دائرة ما أثبت الدليل أن الميت ينتفع به، وقد أثبت الدليل بأن دعاء الحي للميت ينتفع به، وأن الصدقة الجارية التي يهديها الحي للميت ينتفع بها، وأن الولد الصالح الذي يدعو للميت ينتفع به، وأن من حج عن ميته نفعه، وأن من اعتمر عن ميته نفعه، وأن من صام عنه نفعه، وأن من قضى عنه النذر نفعه، وكلها ثبتت بالأدلة الصحيحة الصريحة. لكن ما الدليل على أن من قرأ القرآن وأهدى ثواب القراءة للميت أن ذلك ينفعه؟ أين الدليل الدال على ذلك؟ ما الدليل على أن من صلى وأهدى ثواب صلاته للميت أنه ينفعه؟ ولا قياس في غيب، لا تقص في غيب، لأن المسألة غيبية. فهذه الأعمال نفتي بأنها لا تصل لعدم وجود الدليل الدال على وصولها، والأمر غيب ولا قياس في غيب. وأما الأعمال الأولى فإننا نقول إنها تصل لثبوت الدليل بأنها تصل. وأما قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذا عام خصصته الأدلة الدالة على وصول العمل لهذا الميت وانتفاعه به، والله أعلم. الأدلة كثيرة لكن الحمد لله واصل. أحسن الله إليكم. الكلية 82 كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزائم الجاهلية. نعم، فإذا مات الإنسان وقحطاناه وعتيباه وجبلاه وكذا وكذا وعضداه وناصراه، كل ذلك من التعزي بعزاء الجاهلية الذي لا يجوز، فهو محرم مطلقا سواء عند مصيبة الموت أو غيرها، ويعظم قبحه
وتعظم ويعظم قبحه ويزداد إثمه إذا كان في مصيبة الموت المقتضية للتوبة إلى الله عز وجل ومراجعة النفس وبيان ضعفها، فلا يزال يتعزى بعزاء الجاهلية حتى في هذه المصيبة. فكل ذلك والله مما لا يحبه الله عز وجل ولا يرضى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، قل أعظظ بذر أبيك. ولا أبوه ما له بذر، أعظ الذكر أبيك، البذر الغير أصل. بس أحسن الله إليكم. يلا صباح خير، خلص خلص، لا تقعد تضحك. وش كل حديث كل حديث بفضل زيارة قبر مخصوص على وجه الأرض فكأنه مهتم. هذه كلية من كليات الأحاديث، جميع الأحاديث التي تقول بأن من زار القبر الفلاني فله كذا وكذا فكذب، سواء قبر نبي قبل رسول الله أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل حديث يدل على فضيلة خاصة لزيارة قبر خاص على وجه الكرة الأرضية فكذب موضوع لا يصح منه شيء، سواء الأحاديث التي تخص فضيلة خاصة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: من زار قبري وقبر أبي إبراهيم في عام وجبت له الجنة، أو من حج فلم يزرني فقد جفاني، ونحو ذلك، كله موضوع كذب مختلق. أفاد ذلك أبو العباس بن تيمية إجمالا، وفصله تلميذه الحفيد ابن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي في شفاء الأوام، فرد عليه الإمام بجميع وعطل جميع الأحاديث، وقد ذكرت طرفا من ذلك مع الحكم عليه في كتابي أسميته كتابي اللي اسمه ظاهر تنوير الصيش تنوير الصدور في التحذير من فتنة القبور. نعم. فكل حديث يثبت ذلك فكذب مختلق. الأحاديث التي تفترى في قبر موسى، الأحاديث التي تفترى في قبر إبراهيم الخليل، في قبر هود وضعت أحاديث كثيرة، في قبر النبي عليه الصلاة والسلام، في قبر معروف، في قبر معروف، قبر معروف ترياق مجرب ولا لا، فكلها أحاديث كذب مختلق ما لها أصل، إنما هي تفتح باب الشرك على مصراعيه. أحسن الله إليكم. الكلية الرابعة والثمانون: كل ما ينفصل عن الميت من فصل عن الإنسان وهو حي له حكم، ومن فصل مع الإنسان بعد موته فهو له حكم آخر. اسمع: ما ينفصل عن الإنسان فلا يخلو من حالة، إما أن يكون انفصاله في حال حياة الإنسان، وإما أن يكون انفصاله بعد موت الإنسان. فمن فصل من أجزائك وأنت حي فلا حكم له، فمن قطعت رجله أو قطعت أصابعه في غرغرينة أو قلم أظفاره أو سرح شعره وتساقط شيء من شعره وهو حي، فهذا يدفن يلقى في سلة المهملات، لا حكم له، لا حكم له، يعني لا يجب دفنه وتغسيله وتكفينه، لا. وأما إذا انفصل عن الإنسان شيء بعد وفاته فله حكم جثته فيغسل ويكفن. ولذلك إذا وجدنا رجل إنسان قد مات ماذا نفعل بها؟ نغسلها ونكفنها ونصلي عليها. وإذا وجدنا قطعة من أصابع إنسان بعد إجراء عملية له وهو حي نأخذها ونلقيها في سلة المهملات أو ندفنها أو نضعها في مكان آخر. فإذا ما انفصل عن الإنسان في حال حياته فلا حكم له، ومن فصل عن الإنسان بعد مماته فحكمه ككله. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن التابع في الوجود تابع في الحكم، وهذا المنفصل وأنت حي تابع لكلك. وهل كلك يدفن الآن وأنت حي؟ تدفن وأنت حي، تغسل وأنت حي، فإذا بعضك لا يدفن ولا يغسل لأنه تابع لك، والتابع في الوجود تابع في الحكم. طيب إذا وجدنا بعضك وقد مت فإن كلك يكفن وتغسل، الآن وجب تغسيلك ووجب تكفينك ولا لا؟ فكذلك بعضك أيضا يجب تغسيله وتكفينه. وإذا فعل الإنسان عملية قص معدة مثلا، إذا فعل الإنسان عملية قص معدة فإنهم سيخرجون معدته من بطنه ولا لا؟ في سويبة طيب نكبر عليها أربعة، نقول لا خلها في المستشفى ونحش عنها بس لا تعود تركب مرة ثانية. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الكلية الخامسة والثمانون: كل ما يبقى من الحقوق بعد الموت ويؤدى بعد الموت فإنه يجب فعله. نعم، كالديون التي يموت الإنسان أي يموت الميت وعليه شيء من دين فالواجب على ورثته أداؤه، وكذلك الوصايا يجب على الورثة إنفاذها، وكذلك الحقوق المالية يجب على العباد إيصالها لحقوقها،
ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيتنا مكتوبة عند رؤوسنا من باب أداء هذا الحقوق. وقال الله عز وجل بعد قسمة المواريث قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. فإذا لا بد من المسارعة في أداء هذا الحق. انتبه، قدم للنبي صلى الله عليه وسلم جثة، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر، فسأل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فقال صلوا على صاحبكم. فجاء أبو قتادة فقال يا رسول الله الديناران علي؟ قال غرمة الغريم وبريء الميت؟ قال نعم. فنسي أبو قتادة أن يسدد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسي أبو قتادة، ثم ذكر بعد زمان فسدد وقضى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قالوا معلقة من ماذا؟ معلقة في دخول الجنة، يمنعه دينه من دخول الجنة ولو كان يسيرا. فالواجب الحذر، ولذلك أنا شخصيا أقول لا يجوز أخذ الدين إلا في باب الاضطرار أو الحاجات الملحة، وأما أبواب التوسع والكمال تغيير سيارة، تغيير أثاث، خثرقة حريم، جبلنا ودنا لا أطيعها، والله إن طعتها الحرمة يمكن تحملك من الديون ما لا تحتمل، كلها عشان ما تبي تعرس، وكلها أشياء كلها أشياء كماليات، لا تحمل نفسك، انتبه. في عندنا نساء في حضور نساء موجودة، وأنتم أيها الرجال أيضا عليكم الحق الواجب أن تنفقوا عليهن بالمعروف يا أخي، لا يجوز لكم أبدا أن تعصوهن إذا أمرناكم بالمعروف، فاتقوا الله. بعضكم استغفر الله مليان جيبه ومليان حسابه ولا ينفق على النساء. عندنا أطفال نمشي على العائلة كلها، تفضل. أضحك الله سنكم، جزاكم الله. كم أكون مبسوطا ومسرورا إذا كنتم لا تزالون تضحكون مع هذا الدرس الطويل، أجد أن النفوس ما برحت قوية شو نعطيها. بقي كم أنت فيك هيك كلياتك هيك كثرها كثرها. يلا. أحسن الله إليكم. الكلية السادسة تماما، كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فولاية الله مرهونة بالإيمان والتقوى، فليس كل من ادعى أنه ولي من أولياء الله نصدقه في دعواه. فهل أحمد البدوي ولي من أولياء الله؟ بل عدو لدود من أعداء الدين. هل فلان وفلان ممن يزعم ولايته ويفعل عند قبره ما يفعل هؤلاء أولياء الله؟ هؤلاء لا والله ليسوا بأولياء الله. ابن عربي ولي من أولياء الله؟ لا والله إلا والله زنديق من الزنادقة. كان بعض هؤلاء الزنادقة كالحلاج وغيره كان يبول في المسجد لأن التكاليف مرفوعة عنه، لأنه بلغ في الولاية مبلغا سقطت عنه التكاليف، فلا يحتاج في جنة الله ولا رضا الله أن يفعل صلاة ولا عبادة، هذه تعبدات العوام. أما الحلاج فقد انتهى أمره، فكان الناس يأتون من المسجد ويقطعون الصلاة ويتبركون بالبول، وكانت تهتز جبته فإذا سئل عنها فقال إنما هو، يعني الله قد حل في الجبة وهو الذي يهزها. نعوذ بالله مما يقولون. فهؤلاء يزعم أنهم أولياء العالم ويفعل عند قبورهم من الشرك ما الله به عليم، يستغاث بقبورهم ويدعون من دون الله ويتبرك بترابهم وتلقى عرائض الشكوى عند قبورهم ويطلب منهم ما لا يجوز طلب من الله. فتلك الكلية تبين لك أن من كان لله أن من كان لله تقيا كان له وليا. فليس كل من ادعى الولاية تكون هذه الدعوة صادقة عليه، وإنما وأولياء الله هم المؤمنون المتقون. تفضل. أحسن الله إليكم. الكلية السابعة والثمانون، كل ذنب فيغفر للشهيد إلا فيما يتعلق بحقوق الآدميين. واضحة، يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه إلا الدين، قالها جبريل آنفة. قال ابن تيمية ولم يقل الدين لخصوصه وإنما لأنه حق آدمي فيقاس عليه كل حق آدمي، لأن العبرة بعموم التعليل لا بخصوص له. شرحنا هالقاعدة أظن فيما مضى. فجميع الذنوب تكفرها الشهادة، أي الذنوب التي فيما بينك وبين الله، من صلاة يوم تركتها، من زنا وقعت فيه، من سرقة سرقتها، من ربا تعاطيته، الذنوب التي بينك وبين الله متى ما مت شهيدا كفرها الله، لكن فيما بينك وبين المخلوقين فلا تستطيع الشهادة على عظم حسن خاتمتها أن تكفرها، سواء الحقوق المعنوية أو الحقوق الحسية. المعنوية كالغيبة والنميمة والسب وانتهاك الأعراض هذه ما تسقط،
وهي التي أكثر من يدخل المؤمنون النار بها يوم القيامة. ولذلك إذا مر المؤمنون عن الصراط ونجوا فلا تظنن أن كل من عبر الصراط سيدخل الجنة، بل يوقفون في مكان يقال له القنطرة فيقتص بعضهم من بعض، فيأتي هذا وقد شتم هذا وقد أخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، فيدخل النار بعد أن تجاوز الصراط وتجاوز الميزان وتجاوز الصحف. فلا أمن أبداً أبداً، فالواجب على الإنسان أن يرد للناس حقوقهم ومظالمهم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله ثلاثة، فديوان لا يعبأ الله به شيئاً، وديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فديوان الشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فحقوق الخلق فيقتص بعضهم من بعض، والديوان الذي لا يعبأ به شيئا فذنوب العبد فيما بينه وبينه، من صلاة يوم تركها، من صيام يوم تركه، فالله يغفر ذلك. إذن انتبه لا يكون في صحيفتك هل البليتين الشرك وحقوق المخلوقين، وإن شاء الله أبشر بالسلامة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. الكلية التاسعة الثامنة والثمانون: كل ما يجلب للمصاب صبرا يقال له تعزية بأي لفظ كان والسنة أولى بالاتباع. أحسن الله عزاءك، أعظم الله أجرك، غفر الله لميتك. بعض الأدعية التي تجلب لقلبه المحبة والسرور، لأن الميت إذا لأن الإنسان إذا مات له قريب فيحب من يعزونه ممن يعزونه أن يكثر الدعاء له ويسلوه. قال: والسنة أولى، أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما عز ابنته زينب في وليد لها ونفسه تقعقع، قال: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ ولله وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، والأصح عندي إن شاء الله. وإن قلنا بأن السنة أولى، إلا أن كل عرف كل أهل عرف يتركون على تعزيتهم، مثل عندكم في مصر يا شيخ فهد ولم تم مصري، طيب في المغرب أحاولت، في الشام، وين بلادك أنت؟ مش عندكم في مصر يا هيثم؟ البقاء لله ماشية، البقية بحياتك ماشية، إن عندنا عظم الله أجرك، أحسن الله عزاك، غفر الله لميتك برضو ماشية، عند الناس الثانيين ماجور. العجيب من ماجور في الشمال معناها التعزية، وفي الجنوب عندها النجران أهلا وسهلا. فاختلاف الألفاظ واختلاف المعاني يوجب للإنسان الحرج. فالمهم كل قوم يعزون بعضهم بالألفاظ التي جرى عرفهم بالتعزية بها ما لم تتضمن شيئا ممنوعا شرعا، والسنة أولى. نعم. أحسن الله إليكم. الكلية التاسعة والثمانون: كل ما مات من أهل الإسلام فيجوز أن يدعى له ويتصدق عنه ويصام عنه ويحج ويعتمر عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أمك ولا لا؟ وقال لمعقل: حج عن أبيك واعتمر. وقال: من مات وعليه صوم صام عنه صام عنه وليه. إن أختي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفيجزئه أنا حج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أختك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. ترى بعضهم يقول إذا مات ابن آدم انقطع، لا، ما في رواية اسمها ابن آدم، كلها إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم. أحسن الله إليكم. الكلية التسعون: كل من مات من أهل الكفر والشرك فلا يدعى له ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يكفن. إجماعا لقول الله عز وجل: ما كان للنبي والمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ويقول النبي صلى الله ويقول الله تبارك وتعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي داعيا، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فإذا لا يجوز للمسلم أبدا أن يقف على قبر كافر، ولا أن يغسل جثته، ولا أن يباشر دفنها، ولا أن يشيع جنازته. فإن قلت: وكيف نفعل بقوله بحديث علي بن أبي طالب لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال، أي أبا طالب،
قد مات، فقال اذهب فواره ولا تخبر أحدا حتى تأتيني. فذهب فواراه، فلما أتى قال اغتسل. فنقول هذا مسلم دفن كافرا. نقول إنما يدفن المسلم جثة الكافر دفن اضطرار لعدم وجود من يدفنه، وأما الاختيار فلا ينبغي أن يشيع. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يأخذ معه أحدا من المؤمنين ليباشر دفنه أو ليعينه عليه. فالمسلم ليس من طبيعته أن يقف في جنازة الكفار وأن يشيعها وأن يشارك أهلها وأن يذهب إلى مقبرتها، حتى ولو كان يفرض ذلك الأعراف الدولية، فالدين مقدم على الأعراف الدولية. فأي عرف دولي يخالف شيئا من الدين فالواجب أن نلقي العرف الدولي بعرض الحائط ونعمل بالدين، فالدين مقدم على كل شيء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. القاعدة 91. ما شاء الله، انتهينا. خلاص بارك الله فيكم. ترى ما جلسنا إلا ساعة ولا لا؟ ولا بعد ما بعد تمت ساعة؟ واصل. أحسن الله إليكم. كل مسلم مات فألهم الله الناس وعظمهم الثناء عليه، كان ذلك دليلا على أنه ممن يرجى له الخير والثواب. هذا دليل على أن الله يلهم ألسنتهم بأن تتكلم بالثناء عليه، حتى من كان لا يذكره في دنياه إلا بالشر فسيذكره بعد موته بالخير. أولم يثنوا على الشيخ عبد العزيز كثير من الليبراليين والحداثيين والعلمانيين والكفرة والصوفية، مع أنهم كانوا يحاربونه ويحاربون وهابيته التي يزعمونها في الدنيا. فالله يجري على ألسنة الناس الذكر الحسن لمن مات على حسن، ويجري على ألسنة الناس الذكر السوء لمن مات سيئا. ولذلك مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الناس عليه خيرا. من الذي حرك ألسنتهم بثناء الخير؟ الله، فقال وجبت وجبت. ومرت جنازة فأثنوا عليها شرا، من الذي حرك ألسنتهم بالشر؟ الله، فقال وجبت وجبت. قالوا ما وجبت؟ قال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فإذا كل من أثنى الناس عليه خيرا بعد موته وذكروا مآثره وتأسفوا على فقده وصار ذكره الحسن يتردد على المجالس وفي وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل، فهذا قرين حسن خاتمة إن شاء الله. وكل من أثنى الناس عليه شرا وحمد الله بأن أزاله الله وأبعده عن طريق أهل الإيمان والإسلام وخلص الله الأمة من شره وأراح الله من شره البلاد والعباد والدواب والشجر، فاعلم أن هذا مات على شر. لكن لا نشهد للأول بالجنة عينا إذ ذاك رسول الله يوحى إليه فشهد لها عينا، ولا نشهد لهذا بالنار عينا إذ ذاك رسول الله أوحي إليه بأنها في النار وفي هذه في الجنة. لكن نحن نرجو لمن شهد له بالخير الثواب، ونخاف لمن شهد عليه بالشر من العقاب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الكلية 92. كل مسلم مات وأثنى عليه الناس شرا واضحة. فأمة موسى تسأل في قبرها عن موسى، وأمة نوح تسأل في قبرها عن نوح، فسؤال القبر ليس مخصوصا بهذه الأمة، وإنما هو في كل أمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا وضع في قبره. وكلمة العبد اسم جنس دخلت عليها الألف واللام فتشمل كل من يسمى عبدا، والعبودية عامة في كل أمة، ليس كذلك؟ الجواب بل. وأما قوله إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فهذا من باب ذكر العام ببعض أفراده، والمتقرر في قواعد الأصوليين أن ذكر العام ببعض أفراده تنصيص وليس بتخصيص، والله أعلم. فكل أمة تسأل عن نبيها وعن ربها ودينها. حسن الله عليكم. الكلية الرابعة 93. كم بقي؟ يلا يلا تحملوا شوي بس أستأذنكم. كل كافر فعذابه في القبر دائم. نعم، هل عذاب القبر منقطع أو دائم؟ الجواب منقطع على من دائم على من ليس معه أصل الإيمان والإسلام، كالكافر الكفر الأكبر فعذابه في القبر دائم، والمشرك الشرك الأكبر فعذابه في القبر دائم، والمنافق النفاق الأكبر فعذابه في القبر دائم، والفاسق الفسق الأكبر فعذابه في القبر دائم، والآثم الإثم الأكبر والظالم الظلم الأكبر والمجرم الإجرام الأكبر
فعذاب هؤلاء في القبر دائم، لأنهم يقبرون وليس معهم شيء من أصل الإسلام أبدا، ومن مات وليس معه أصل الإسلام فعذابه في القبر دائم، وعذابه لا يعتبر كفارة له بل زيادة عذاب عليه قبل دخوله للعذاب الأكبر. وأما من مات ومعه أصل الإسلام فإنه وإن عذب في قبره فعذابه منقطع، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال: فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز على غاذة واحدة وعلى غاذة واحدة. قالوا: لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال: لعله أن يخفف عنهما مالا ييبس. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة وإن الله لا ينورها بصلاة عليهم. والأدلة على انقطاع عذاب المؤمن كثيرة ومعروفة ولله الحمد. فإذا إذا قيل لك هل عذاب القبر دائم أو منقطع، قل: دائم على من ليس معه أصل الإسلام، ومنقطع على من معه أصل الإسلام. اللي بعدها: أحسن الله إليكم، كل من معه أصل الإسلام فعذابه منقطع، كل ما فعله الكافر من الخير فيثاب عليه في الدنيا دون الآخرة. هل يثاب الكافر على الحسنات التي يفعلها؟ لو تصدق الكافر أيثاب على صدقته؟ لو بر بوالديه أيثاب على بره؟ لو صدق في الحديث أيثاب على صدقه؟ لو أغاث ملهوفا أيثاب على إغاثته؟ وغيرها من الأعمال أيثاب عليها الكافر؟ قل: إن الكافر إذا عمل شيئا من الخير فإن الله يعطيه ثوابه في الدنيا فقط، فإذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فإن قلت: وما برهانك على هذا؟ فأقول: قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، هذا المؤمن. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل به في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. والأخيرة؟ طيب قل والأخيرة عشان تفرحني. طيب الكلية 97 والأخيرة مكتوبة الأخيرة عندك؟ أجل لا تزيد شيء مهم عندك، يلا رح أطنعها. كل من معه أصل الإيمان فلا يخلد في جهنم خلودا مطردا. الحمد لله، من مات ومعه أصل الإسلام فهذا كحزام أمان له من الخلود الأبدي المطلق الدائم دهر الدهارير وأبد الآباد كفرعون وهامان. فإن دخول النار ينقسم إلى الدخول المطلق وهو الدخول الذي لا يعقبه خروج، وإلى مطلق الدخول وهو الدخول الذي يعقبه خروج. فمن مات ومعه أصل الإسلام ولكن معه شيء من الكبائر لم تكفرها الشفاعة ولا التوبة ولم تدخل في رحمة أرحم الراحمين فإنه سيعذب بها في قبر في جهنم مدة على قدرها، ثم يخرج منها إلى الجنة. فلا يخلد في النار أحد الخلود المطلق ومعه أصل الإسلام. فإن قلت: وما برهانك على هذا؟ أقول: البرهان على ذلك ما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن حبة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، بل وفي رواية: أخرجوا من النار من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من خير، حتى لا يبقى في النار أحد ممن معه أصل الإسلام. قيل: وكيف يعرفونهم؟ قال: يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فمن مات ومعه أصل الإسلام فإنه لن يخلد في النار وإن طال بقاء عذابه فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وجه رجل من أهل النار بسبب ذنوبه إلى النار، وجهه إلى النار، فقال: رب اصرف وجهي عن النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله زمانا طويلا أن يصرف فقط وجهه عن النار، يقول: أنا ما بالجنة بس اصرف وجهي عن النار. قال: أو
إذا أعطيتك هذا يا ابن آدم لعلك لا تسأل غيره؟ قال لا أسأل غيره. فيعطي ربه من العهود والمواثيق ألا يسأل غيره. فقال ثم يصرف وجهه عن النار فإذا جدران الجنة أمامه. قال فيرى الجنة فيقول أي ربي قدمني عند باب الجنة. فيدعو الله زمنا طويلا فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك؟ أورأيت إذا فعلت بك ذلك ألا تسأل غيره؟ قال لا أسأل غيره. ويعطي ربه من العهود والمواثيق وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. في الحديث قال فيقدمه عند باب الجنة فتنفهق له الجنة فيرى أشجارها وطيبها وما فيها فيقول أي ربي أدخلني الجنة. فيقول ويحك يا ابن آدم أولم تعطني عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ قال أي ربي لا أكون أشقى خلقك. قال فيدخله الجنة. فقال أيرضيك أن تكون لك الدنيا وعشرة أمثالها معه؟ هذا آخر واحد يدخل الجنة، آخر واحد يدخل الجنة له في الجنة كملك الدنيا وعشرة أمثالها معها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. وبذلك نكون قد انتهينا من 97 كلية من أول كتاب الجمعة إلى باب صلاة الجنازة. أسأله أن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا وقلنا، وآسف لكم على الإطالة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.